مرحبا جميعا وهذا بحلقه جديده من لعبه برول ستارز بسلسلتكم المفضله سلسله تفجير صناديق حتى الموت. اليوم معنا كثير صناديق مثل هذيك المره انتم قلتوا لي يا عمر ما تكثر كثير صناديق عم نمل احيانا من فتح 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 بس 50 رقم منيح. اليوم عندنا 49 صندوق صغير وواحد وسط حنفتحهم ونشوف شو هي السلسله. هي سلسله تعتمد على انك انت تفتح صناديق وانت بتفتح صناديق اذا بيطلع لك بطل جديد اللي هو بين قوسين بحسابي انا مو صفيان غير اثنين ليجندري او اذا بيطلع لك نجمة اللي هو انا عندي كم بطل موصلهم بدون نجمات بتكون ربحت التحدي ومنجرب هالشي اللي طلع لنا فورا يعني المقطع. اذا ما طلعنا نحن نعتبر متنا وخسرنا التحدي ما رح نربح ولا لا. طبعا احنا اليوم عم نبس بالتويتش.tv/مجنون عمر افتر دارك مع المشاهدين ويعني لنشوف حظنا معهم اليوم شو بيصير. يلا لنشوف شو الوضع لنشوف شو الوضع خلينا نبلش اول صندوق ونبدا بالعمولات الرقميه. يا سلام. اذا كالعاده في عنا جيف اواي. اذا تقدر الجيف اواي كل عليك تساوي تشترك بالقناه وتفعل الجرس تعمل لايك لهذا المقطع وتكتب تعليق اي رقم بين 1 و15. بس صغرنا قللنا الارقام اليوم مشان يكون الوضع سهل. انا بالغلط عملت هاي لا تؤاخذوني. طبعا برجع مذكر انه بالكلان الرئيسي تبعنا بالاتحاد الرئيسي تبعنا في اماكن اذا حدا حابب يفوت. يا ريت كمان يجينا عالم هيك عنده كؤوس كتيرة لانه نحن بحاجه ناس محترفين. يا عمر شو الكلان؟ فيك تفوت على البث بكل بساطه وتكتب اشاره تعجب اتحاد او برول كلان او كلان. كل هدول الشغلات بالبث المباشر تكتبها بيطلع لك كل اسماء كلاناتنا. صرنا وصلنا يا اصدقائي ل 8 كلانات ممتلئه 800 لاعب تحت اسم 1 جن جن 1 و الله سبايك يا شباب طلعوا لنا ليجندري. او ماي جاد لا 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 سبايك 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 يرقص سبايك يرقص ويمتع ويبدع. يا الله سبايك يلمع والعين تدمع. لا لا طلع لنا سبايك. خلاص 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 سبايك ليجندري واخيرا يا شباب واخيرا تقريبا سبايك هو احلى ليجندري انا بحبه باللعبة. يا الله يا الله والتشات على البث المباشر والعان. يا الله يا الله شو هاد شو هاد شو هاد شو هاد شو هاد. اذا بنكبس هون وبننزل لتحت وبنلاقي جديد 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 السبايك يا شباب السبايك. وهي السكين البناتية انا بقول عنها بسميها السكين البناتية. هنستنى السكين الجديدة اللي تجي. طبعا بتحبوا التسريبات قولوا لي بدكم سرب لكم شوية السكين الجديدة اللي جاي قولوا لي في مقاطع التسريبات شوفوها. مثل ما شفتوا سكين داينامايك لحنا مسربينا حاطينا بمقطع من قبل يمكن المقطع تبع اصدار اللعبة على كل الاجهزة تبع بلاي ستيشن وهدول على الصورة محطوطة صورة سبارك الطباخ داينامايك الطباخ. اوكي سو عنا هذا البطل بالوقت الحالي اي نمط بدي اجربه ما بعرف. هلا انا اذا بلعب فردي فيه بشو داون ليفل 1 هيعطوني عالم مثلي ما بعرف. تعالوا نجرب. بتوقع المفروض السيستم هيك يعمل يعني بس حنشوف. اذا سبايك اول تجربه بحياتي لسبايك. طبعا لعبانين ضده بعرف انه هي لما تنفجر هي الضربه تبعه بتفشغ تطلع شغلات صغيره. يمكن لازم تحاول تعملها بطريقة انك انت تصيب الاشياء الثانية ويمشي الحال. اوه شكله لاعب عربي هذا اسمه حسن او حسان اللي هو هذا اليسار بس شكله ملقلق بقى مشان هيك نحاول نقول له نعتذر منك ناخدك لحنا احسن ما حدا من الاغراب ياخدك ونحاول نقتل هذا اللاعب اذا بنقدر وبضربه هذا السوبر هيك وخالص. نعم حاس حالي سبايك من قدمه لعبان ضده لعبانه شي 60 سنة. بالنسبة للفايت بنص الماب سيطرة ل او ماي جاد لا علق علقت انا علقت انا اسف انا اسف
انا اسف. علقت ايدي. اللي علقت ايدي مو انه علقت ايدي ما تحركت، لا، الجهاز اتوقع من التعريق بده تنظيف، لانه كنا عم نلعب مع الشباب. بقى خسرنا. المحاولة رقم 2 لتاني تجربة بحياتي بسبايك. ناس عم يسألوني يا عمر شو رأيك بسبايك، قوي ولا ضعيف؟ هلا هو الترتيب من الأقوى شامبيون أو أقوى بطل لأضعف بطل موجود بالقناة، أنا مرتب لكم إياه. بس كل بطل طبعا له ماباته، يعني في عندك مقطعين، مقطع بيقول لك بشكل عام مين أقوى أبطال وأضعف أبطال، وعندك مقطع بيقول لك بكل خريطة مين أقوى بطل وأضعف بطل. بقى هذا شيء وهذا شيء. مشان هيك كثير ناس بتعتبر ليون، انا جبت فيه 500 كاس طبعا، بيعتبروه هو الاقوى. انا بصراحه والله يمكن بحس كشخصيا كطريقه لعب، برجع بذكر كطريقه لعب يمكن بعتبر سبايك اقوى. هيك انا من واحد من الناس اللي من جماعه سبايك اكثر. هلا احنا عم نتقوى على فرانك، لانه بصراحه فرانك ممكن يعمل لنا مشاكل كثير اذا ما قوينا. انا لانه قوتي واحد عم موت كثير بسرعه، كتير عم حس اني عم باكل ضربة واتفجر تفجير. عم تلاحظوا القصة؟ لقطتي راحت نصها من قفا قنبلة عادية. سو هاي نحاول نتعلمها. هاي مهندس سبايك، المهندس. هاي المقطع لازم اسمه. او ماي جاد، او ماي جاد، 3 طلقات من الاصل السوبر صابتني. المحاولة الثالثة والاخيرة، المقطع نار وشرار. انا مستمتع جدا بصراحة يا شباب. اول مرة جبنا المرتبة، اخذنا 3 كؤوس، هلا 6. ما بعرف المحاولة الاخيرة شو حيصير. المحاولة الاخيرة هل معقول من ثالث محاولة نقدر نعمل شيء؟ ما بعرف، بس عم موت بثانية. بدي لعبة كتير يعني تعريق لا ما موت بثانية. والله ثقالي، خلينا ناخذ السندي انا وياك. خلاص خذ هاي. طيب او ماي جاد، شكرا لك. دقيتلني يعني. اوكي يا جماعة، معلق على الايباد. او ماي جاد، خود هاي. لا 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 لا، ما بدي موت ارجوك بليز، ما بدي موت. عم صور يوتيوب يا، are you crazy صور يوتيوب، صور يوتيوب. تركني هيتلك. مين انت؟ صور يوتيوب. اي صور يوتيوب. شفتي له صور يوتيوب. خد هاي عم صور يوتيوب. يس، نجحت خطة عم صور يوتيوب. كمان في حدا تاني له عم صور يوتيوب؟ يا جماعة ساعدوني. شو ساوي جماعة البث المباشرة؟ بتضحكوا علي. او ماي جاد، عم صور يوتيوب. شو هاد؟ لا لا لا، سمع اتركني، عم صور يوتيوب. او ماي جاد يا جماعة، عم صور يوتيوب يا فرانك، عم صور يوتيوب. عمر عم يصور يوتيوب، هاشتاج عمر عم يصور يوتيوب. اوه كمان، لا سمع الظالم. يا لطيف، نواف اسمه. قتل لاعب عربي هذا اللاعب القذر، لن اسمح لك. عندك علم اني عم صور يوتيوب؟ مش حاسه جاي لعندي. او ماي جاد، لو عم صور يوتيوب. لا، إذا هاي كانت كل محاولاتي يا شباب، هاي كانت كل محاولاتي، وأنا سعيد جدا ومبسوط. ومبروك كمان للناس اللي عم يطلع لها أبطال جديدة بلعبة برول ستارز. ما صفينا غير بطل واحد ونكون خلصنا الأبطال بهالسلسلة، بس لسه في عنا مشوار النجوم كمان شكله مطول، والله ماله سهل بنوب. استعملنا اليوم لجبنا سبايك 13 صندوق تقريبا، لا
13 صندوق. نعم 13 صندوق اعطتنا سبايك. اذا هلا ما كنت مشترك بالقناه ما تنسى تشترك. رابط قناه البث المباشر twitch.tv/wajjenone موجود بالوصف. رابط بس نروح على الاتحاد. ايوه رابط وهي بيقولوا لي دائما ما بتفرجي الناس اللي بالنص. هي بالنص هي شلفي على النص على 75. اوكي رابط الديسكورد اذا حابب تفوت على الديسكورد تلاقي ناس تلعب معه موجود بالوصف. في غرف رومات تحكوا سوا اذا كنتوا اثنينات او ثلاثات عم تحكوا مع بعض تيم اقوى بكتير. هذا الكلان الاساسي تبعنا. عندنا 7 كلانات تانية فوق او 8 كمان حيصيروا هلا اليوم بتوقع. هذا الهاشتاج تبعه فوتوا عليه ويا ريت يجينا بهالخانات لانه عملنا كتير تحديثات على الكلان. يا ريت يجينا حوالي يعني ناس يفضل لو تجي ناس عندها 10,000 كأس وما فوق. اذا في هيك ناس بدنا هيك شوية ناس يعطونا هالطعم الليجندري بس ما بدنا اي حدا يجي ويطلع. بدنا ناس تجي وتضل معنا على طول. شكرا لكم جميعا. كما كان عمر ونجنون وصديقكم الجديد سبايك بلعبة برول ستار اللي حيصير شوفه كتير يمكن وصلوا 500 كأس. قلولي اذا بدكم ومع السلامة.